السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. النهاردة برد على فيديو جميل جدا لأستاذنا وائل الصديقي حفظه الله، بيقدم فيه رسالة للناس بتوع اللجوء الديني في أمريكا. الفيديو جميل، واللي ما شافهوش أنصحه انه يشوفه، ولكن أنا مضطر أقف عند خرافات من العيار الثقيل قالها وائل الصديقي في ذلك الفيديو. فأنا مش اعتراضي على الكلام اللي في الفيديو كله، لا، أنا اعتراضي على النقط اللي هقولها دلوقتي لأنها خرافات من العيار الثقيل. الخرافة الأولى إن هو قال أمريكا فيها الاستاكوزا أو اللوبستر زي الجبال، وإن الجمبري فيها ببلاش. وسؤالي هنا، أنت فين يا أستاذ وائل شفت الجمبري واللوبستر ببلاش في أمريكا؟ وجبة اللوبستر اللي فيها حتة لوبستر صغيرة قد كده $50 إلى $100، فإزاي الاستاكوزا هتكون في أمريكا كالجبال وتكون وجبة اللوبستر أو الاستاكوزا بالفلوس الكتيرة دي؟ أنا على العمر اللي عشته في أمريكا ما فكرتش مجرد تفكير إن أنا أكل اللوبستر ده. فأنا مندهش إن هو بيقول اللوبستر في أمريكا كالجبال، لا، والجمبري ببلاش. انت شفت فين الجمبري ببلاش في امريكا يا وائل؟ ده الجمبري ما بين 10 الى حاجة وعشرين دولار الرطل، يعني بنتكلم عن حاجة وعشرين الى حاجة وخمسين دولار الكيلو. معايا حضراتكم، يعني مش ببلاش. فانا مش فاهم انت فين لقيت الجمبري ببلاش في امريكا. فشوف يا أخ وائل، ما تجيش تستخدم حالة الثراء اللي انت فيها عشان تقيم أسعار معينة أو أشياء معينة. انت راجل ثري، شايف ان الحاجة دي ببلاش أو أيا كانت الأجندة بتاعتك، فما تجيش بقى تقيم الحاجة تقييم غريب أو مبالغ فيه أو غير واقعي. كلامك لازم يكون واقعي ولو بعض الشيء، خاصة لما تكون بتتكلم عن أسعار الأشياء، لأن كلامك ده في بعض البسطاء بيصدقوه. ومش عارف إن أنت بتعمل كده ليه أصلا. يعني بعض اليوتيوبرز لما بيهبدوا عشان يبيعوا استشارات، انت ايه الاجندة بتاعتك انك تعمل حاجة زي كده، غير انك انت بس تجذب المشاهد وتعمل مشاهدات وخلاص؟ فما فيش داعي انك انت تضلل المتابعين بتوعك بكلام غير واقعي. الحاجة الخرافة التانية بقى يا اخوانا اللي طلع لنا بيها وائل الصديقي، ان هو قال ان خدمة الطوارئ في امريكا الـ911 دي هيفضلوا معاك على الخط ومش هيقفلوا معاك قبل ما الضابط يوصل بيتك. الله اكبر، ايه الكلام الكبير ده؟ ايه الكلام العظيم ده يا جماعة؟ اي واحد اتصل بخدمة الطوارئ في امريكا عارف ان كلام وائل الصديقي في النقطة دي هو كلام فارغ ولا اساس له من الصحة. حضراتكم على حسب خطورة الحاجة، يعني لو في مثلا ناس في خناقة داخلة فيها خناقات بالمطاوي او بالاسلحة، دي الشرطة بتكون أسرع في الاستجابة ليها. ولكن مش هقول طبعا إن الضابط إنهم هيفضلوا على الخط معاك لحد ما الضابط يوصل أو كلام فارغ من ده. ولكن في حالات تانية زي مثلا اتنين عملوا حادثة ولكن ما زالوا أحياء
دول ممكن خدمة الطوارئ توصل لهم بعد أكتر من 3 ساعات. فنحط النقط على الحروف يا أخوانا. خدمة الطوارئ في أمريكا مش بالسرعة اللي بيصورها وائل الصديقي، إنهم هيقفلوا معاك الخط والشرطة لما الشرطة توصل. الكلام ده غير صحيح. فبس ده بالنسبة للفيديو بتاع الناس اللي بتعمل لجوء ديني. كان فيديو جميل، ولكن هم دول التحفظين بتوعي على الكلام بتاعه في الفيديو. أرجو إن الرسالة تكون وصلت، وأشكركم على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.